أعلن محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح حتى الآن بلغ 111,056 طن، سواء ما تم تخزينه بصوامع وشؤون المحافظة أو ما تم توريده بخارجها. وأشار الزملوط إلى توفير كافة التيسيرات للمزارعين خلال أعمال التوريد وصرف المستحقات المالية خلال 48 ساعة بحد أقصى طبقا للتوجيهات الرئاسية الصادرة بهذا الشأن، مع التشديد على إجراءات حظر نقل الأقماح بين المراكز أو خارج المحافظة، مؤكدا على مبادرة المحافظة لمنح حوافز مجزية لموردي القمح من صغار المزارعين والمستثمرين. هذا ويبلغ حجم الإنتاج المتوقع من محصول القمح هذا العام 914,633 طن.